أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الأربعاء 2/3/2016. بالأمس سقطت أمطار خفيفة صباحا على المناطق الجنوبية والشرقية، وكان الطقس غائم جزئي بوجه عام، بينما تشير صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى وجود سحب منخفضة على شمال وشرق الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مع وجود امتداد مرتفع جوي على وسط المملكة العربية السعودية. تصاحبه رياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية بعد الظهر، معتدلة السرعة تنشط أحيانا فوق البحر، ويكون الطقس بإذن الله صحو إلى غائم جزئي خاصة على المناطق الشرقية، حيث تزداد السحب على بعض تلك المناطق مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب خاصة غربا. وبالنسبة مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في أواسط العشرينيات، وفي الداخلية بالقرب من الثلاثينيات، بينما في الجبلية بالقرب من العشرين. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 يصل إلى 5 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان متوسط قد يضطرب مع وجود السحب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 3 قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 يصل إلى 6 أقدام بالعمق. طقس الغد غائم جزئي إلى صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة غربا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.